أخذنا تدريبات، أول شيء تدريبات نظرية، يعني تدريب تسويق وإدارة مالية وتسويق مشاريع. وأخذنا بعدين القسم العملي، كانت الهاردوير يلي تعلمنا فيها كيف نفك الجوالات، كيف نفك الشاشات، كيف نفك أي قطعة كانت على البورد أو على الجهاز. أخذنا كمان بمجال السوفتوير، أخذنا طريقة الجمركي، طريقة التعريب، تعريب الموبايلات سواء هواوي سواء سامسونج أي موبايل. اخترت هالمجال أول شيء حماية لخصوصية النساء، في أي مرأة تجي تعمل تليفونها ما تواجه مشاكل أبداً من حيث الصور، إذا كان عندها شاشة مثلاً تعطلي ما بقى تحسن تمسح بياناتها تجي لعنا، إن شاء الله بنحمي هالخصوصية. وكمان اخترت هالفرع بحقق دخل مادي لإلي أنا كامرأة، واجتنا انتقادات كبيرة انه مثلا انتم راح تدخلوا بهذا القسم وهذا القسم مخصوص للرجال ومن هالحكي، ونحن ان شاء الله راح نتحدى هالشيء وراح ننجح. ان شاء الله قد هالمهمه، وهو مركز اول مركز راح يفتتح في ادلب لصيانه الجوالات للنساء، راح نحاول بكل جهدنا انه ينجح ويرتقى للقمه ان شاء الله. فينا نشتغل اي شيء حتى لو كان مختص للرجال، فينا نحن نكون فيه.